الحكة على عندي مو المواقف عند الحارس كاللصوص الساعة 3 يتصور فوق سياتي للنخيخة وانا صاحي ما تتجرد تدخل حارتي والحكمي اللي جنبك الرمة مو رجال مو حكمي والمضايا ما تطلع دي الاشكال تتحامى بالمحشش وابو زعب اليفنطل قلبته ضدي فجأة هيا قل لي مين الخنجل دامك تسأل عن الفاسدين دواعي الاستعمال لي يمثالك الخنيثة تجبرهم بالاعتدال لما العصا اللي منعصم مثل هذا الدس يا صلعة ميداني مو كخروج والنزلة مو مثل طلعة لو تسألني رابر وقت الرابة صر برجي ولعيونك لو تطفلي وقت الجنس صر بزرنجي بس تتكلم فخوياني شوف مي خويانك لو بذكر اللست الخانة فلان احتاج سرعة لسانك ما عمري اعطيتك فولو قولي متى اعجابي فرحان اني صورته وهو كان يشطح في سنابي والركل ما اتغير ما يحب التصنع ليش ما تقول للناس يا رم اني انا صاحب التجمع قبل ما تفل يا حمار حط المعنى عالتركيب البزرنجي ما يركب البزرنجي دباتك غبية لسه ما عندك قوة تخطيط لسه عكل بليف بس مفلوتك دون تربيط اللي جنبك ما يقرب لي فخذي يا غبي ولي يجدادو حايش حدو كيف يطرف لنا الطريق ما نعطيهم قيمة فالسهل يخونونا والمنظر مقرف جدا نشوف كيف صاروا يدسونا جلتي قولي هاتك وكوساتك دي ما تجيب مستواها لو تغني طول حياتك لو تشربك فلواتك وتعدل بيز اصواتك انا لركل كيف تجحدني هندستو عدلت اغلاطك قولولي مين اللي عايش في ضياع اللي يمشي مع صغار ولا اللي يمشي مع بياع اللي بياكل المبادئ عشان اغنية وصحبة دس الاول استراضي مخذك طقطقة ولعبة للقارب بالفحولية ما راح يتحمل قضيبي ححطك على وضعية وتصفر باطك الصليبي على حركة الهيدروليك حفتحك وتعرف في الرب ما ينفع تحذف تيجي واتساب وتحذف الدسات عشان خلاص يدور خلاص اللي مثلك يوم يطفلي راح اختصبه بكل اخلاص فلا تاخذها بهزل وانت طالب بدبل جاله خبر راح انزل طيح نفسه قال اعتذر ضرباتي كسر ما يرضى البوكس يجيك زي شطحه قبل ما تعيب غيرك حسس راسك تلقى بطحه كذا هو الربحه يبنش نفسه بنفسه وامثاله سهله عندي بدون رحمه ابغى وقسك انت في جده وحالك صعب يجونك رجعتك للمدينه فاذكر يلد عبود انشل وانطرد فكيف تعير سيكو وتقول له ارم كراب شكلك ناسي ماضيك انا اسلك بيك الراب خاتمه خاتمه يوم قيامتك يا نجس انا اقطع راس الكلب ملبس صوره تحش الراب متسبب بدون سبب لا تدور حجج لان اسطوري ما تنكذب الا بدم الجثث والخبر وصله لصاحبك في حاجة ما يعرفها اني بالكاميرا كنت كافتك اسجل صوتك واستخبيك بالعقل وليش كنت جاي لحالي لجل تتمادى يا طفل يتلموا وحساب علي وانا الحالي الاغبياء بس عادي بيفعل بي في نعمة تزيدوا اغبياء احترامي اجباري رسبكتي ينفرض ولا مصيرك زي اصحابك تنين وتنقرض مهما تبث نيران انا جهنم تنحرق حذبحك قبل تتكاثر ومنع نسلك انخلق مجموعة هذيك لبسايبة يسبوني بدون سبب يتدخلوا في كل حياتي عندي ذاتي والكلام جمهور انستغرام تركب مقاطع ضدي سنتين اغني راب والواحد واجهني في وجهي قذف وتسريبات اهدوا يا سيدات احنا نقدم راب ياثر السب والديسلايكات تعجبكم هالحركات مبزرة وبيض ليركل مستمر حتى تموتوا من الغيظ والله لا يستر عليك تقول لي وش فيه منت اللي بلك تسلم ورحت سجل في البيت تدس على الحرش لانه رفض يسجلك تيجي تبلك ويا بزر تبغى الناس تسلك لك وجه التشابه وتكره كل الساحة وبطولاتك المخصية رح امهيها بالمساحة عندك الما في خيار لا تدور عن اوبشن تبغى مجاهد ينزلك وانا انكحك فوق اوبشن ان الليريك الميريكل بنشي فيزيكال الليريكس هو ليريكال في حرب سبسل وانا اللي يأذيني بالتطعين الجيش شوف الخسيس شوف
صار يسب يقول خنيت اتهم سيكو حق حشيش وهي في يد كل خميس أما يرجع يوري الناس مثاليات وما أبغى يجبرني أجيب صور مع خويات وتحسب الهيبة بالصلعة خليتك تنسى الدوب شعر الرجال يطيح من الوهلة عند الخوف صرت وسيلة للحوائج كل من فيهم فار انت الهارب فار لأنه مستواي فار شجاعتك هروب مو رجل وقت الحروب انت حربي بس معبود مو شرف وسط الحروب انت أبيض بس مملوك محتكر ضد التطريف انت رابر بس مو حر تتراقب وقت التأليف عايشين على الأمان من جيتهم جرو قبلها قتلت كلاب مسحورة فسها لذبح جرو عزيز ولاهم بس حصف أشلاهم قدامك حتى تعرف ليلك لأصعب أعدائهم أنا جريتك وانت تثبت على أوضح دليل إنك كلب ذيل ذليل عايش تحت التضليل نرجع للحديث أصلا وش بيني وبينك بس تتخاف على نفسك ما حكسر عينك عند بيتك مو كم مرة جيتك ليلك أشقة وهندسلك رحنا نلعب سلة ورجعتك بعد ما جبتك بس انت كلب ومقام الكلب ما يطلع فوق حسك دمك على الكاسة واشربها كلها ومبلول عجل واضحة ريحة العجة ولو تدهن بعود الريحة من البياع اللي جنبك موجود شغل الشاهي مفروض وانت تصور عقلك فاهي انا اعرفك محشش ولا تعرف الفروض يقول عني ورط تمشي قول عني ما شئت انت اللي ورط يا غبي بعد ما ثاني مرة غلطت ولا وش تفسير قصك 90% علي نجاح وتلت باسمي بدت بعد ذي الاغنية ويقول لي عبيد ارقام كيف عبود الرقم هذا وانت اللي قذفتني وبدأت بالشتم لجل ترضي اعمامك وتكسب منهم ارقام وانا حالي ظهري عظمي شفت الفرق عالي المقام هيا بعد هذا الدلة تخلي راب شو يفزعلك يقطع مقاطع لي لكن ذرقها في قارك انا رابر ما اشفعلك ولا الترتيب ينفعلك احتك عرضك الليلات يا شيب جلدك بدون شعرك عبيد ارقام الرمة مين قضوا شكله التنين خرف لقب غيره ولقب نفسه غيرك رجع ما يسطو ألقابك مو مركوبة أنا ليرك اليحمار لا تشبهني مع شيبوبة لأني ما نزل دسات إلا والسبب حقيقة وأنا ما أعتبرك ند مجرد زبالة في طريقي معلومك فاضي سافرت إلينا البيت يا ود أقول لك شغلة حتى لو طردوك في البيت نازل علي دس وانت عارف إيش حيصير لك ربنا غفور لكن ليركل ما يغفر لك تعبان ومتكلف شهرين يا متخلف أنا رب الفحولي أركب اللحن ويخلف ولخطوك المصطفى يا عمي صفوا بعد ما افتحوا سبعاوي أبغى أشوف كيف حيغطوا ولا المضحك فليناتو بعد ما تعبوا دس صفوا بنشاتوا الحفلة وركزوا في سيارتي بس تكونوا جهلة وتضحكوا على أي تراب كيف تكون في مصداقية بنحشش راعي شراب وسخ بيعت خراب حطبخ لحمك ساتي سنين بس سهل أصيدك بدفع بنشاتي قلنا بالكلام عشان يزيد ليناتي مو فخر بس عبي أمك بنات ضيعت وقتي كلام فاضي لجد بالسات على ناس ما تسوى أقل ما يقل كلام يرجع لي عبيد الدم انت من جدك كيف اعبد الارقام وارقامي اعلى منك تخذفني بدون اسباب قل لي هذه وش معناها غير انهم عبوا راسك وطرفك عمك وضاعها ما يجوك الا مع جماعه وش تلتجي من شخص يصور مع راعي البضاعه حشاشين وسخين سلتوح عند بياعين فتحتك اول دس وتسال ليش عن الفازلين ها والله يا ويلك جايب لي سيره مكه وتخايط غيرك لانك ضعيف ورمه لا تذكر قضيب يا مخصي ولا وش تفسير افعالك حتى كرهك يقلب شخصي وقايم وسلايم وانضع الرايم اتوتر تخبط اللاين مع الويد وشويه واين والليد اللي مسكته كان خصلتي يا حبي والقايم تعرف فين واطلع فوق حتلقى زر فرحان وصلت الترند ترى ما هي من مجهودك انت طلعت بنشر غيرك شوف صفحات اللي يحبونك لا تتبلف وتفرح بنفسك روح شوف اي بوست واضح والمكشوف ترفيع جمهور الويسكوست تشتهين كلاب بكسام فورتكس لاكس وناسي باقي الاسماء قسات عبت اللاب في الراب يوجد اداب والسلتوح اللي ساب الجهر بدون مجهود اخترع خصام واسباب وانا طفشت صرت كل ما نزل دس يتألموا باستمتاع حتى صار الشي ما يحس حتى بالفيديو كليب حارك كنبة سودك اطلع فوق حتلقى غيرها وحشقك فيها شك طفشت اصيل اسود صارت مهنة سباتين جت بازوكا صرت اقنص واطيح في التنانين عندي خبرة في التعامل واحط فخوخ بالراحة ليركل كاشف صاعد سلاتيح الساحة يقول عني الفيك وهو الفيك يا جماعة منت دراجون فاير كيف تحرك كنبة بولاعة البس السماعة ويقل ليركل هو ليركل مش في الراب ميديكال الكل قدامي مينيمال اعلم فيك المدعة واعلم فيك المدعة تنين مكان خطأ لاني بارد كالشدة فالدرجة مية سالب مو خوي سالب بس لا ملامة في طالب بمحشش كاتب وشارب ما في جولة ثانية كيف صدق هذا الأخ أنجر زي الكلاب وديس الأول كان فخ حركاتك الخبية أكرث النظرية جري ورا العظمة وأخرى الدرب انطخ واحتاج
احترامي انفرض ذلك السبب وراء اخر تنين انقرض بعد ما بتر جناحه استخدم رجل الحارب وكلماتي تبركن اضل ذوب رجله بالجوارب انت نذر واطي من عاملك كالإنسان مسمي نفسك تنين ومعترف انك حيوان وهذه احلى حاجة البنشات فيكم انك مثلا بنش سبيس تو وزعبلاوي واقف جنبك وعلى فكرة صح كلامك ابويا شيخ وقاري وكلمته بعد الدف تندفن ويقرا عندك شوف مو تدخل في الاهل لكن بالعقل بالعقل لاحظ الموضوع جدا واضح هل ترضى انك مضطرب هذا يسمى جهل محل المحرمات بس حلال عليك القتل لتكل عشك ما احتاج اجي المدينة عشان شهرة في البيف بتر جناحه بالسكينة شوف اقلب برتاتك كيف وخليها ضربات عظيمة لانه ليناتك زبالة عيد تدويرها واصنع قيمة نزل دس واختفى من قال لك انك فص دامك انشغل في البيك حخليك تنيني ببص او كلوب مع توس دس ببيف انت بيف نتعشى عليك بالثوم بعد اختصاب عنيف وحتى لو منعوا الراب هخلي الناس تتأكد انه هذا دس تاريخه وخليت حاضرك اسود حكمت عليك لا تراجع بالاعدام ما يوقف دس ولا We'll be right back.
I'm OG, y'all new to the game.